حياكم متابعينا. موجودين في مدينة تشينغدو في الصين بدعوة من شركة أونر، حنقوم إن شاء الله بتغطية إطلاق هاتف أونر 200، أونر 200. بالإضافة موجودين اليوم في افتتاح معرض أونر، وهو أول معرض فلاجشيب شركة أونر في العالم، فحنأخذ جولة مع بعض فيه. زي ما أنا شايفين إحنا موجودين في السوق الصيني في المدينة. المبنى لشركة أونر مبني بنفس الستايل ونفس الطريقة المعمارية للمباني الصينية القديمة. هنأخذ فكرة مع بعض، نروح على المبنى. هذا المدخل، هذا جميع المبنى، هذا السوق. بنشوف كيف المبنى منسجم مع محيطه. نشوف احنا الآن في نص المبنى. هذا السكشن هو سكشن الفلاجشيب، بنشوف في هاتف ماجيك V2 اللي أمامنا، هاتف ناجح جدا ومبيعاته عالية. بالإضافة لموجود هاتف أونر 200 اللي حيتم إطلاقه في الصين اليوم، وحنقوم بتغطيته إن شاء الله بفيديو منفصل. هذا الحائط فيه بعض المنتجات من شركة أونر، سموها لايف ستايل، يعني 79 ين اللي هو تقريبا 38 ريال سعودي أو ريال قطري أو 38 درهم إماراتي، يعني 10 دولار تقريبا. السكشن الثاني في المعرض برضو فيه منتجات إضافية لايف ستايل. هذا الحائط استهدف الجيمرز، وحجم السوق للجيمرز جدا عالي في الصين وفي العالم. بنشوف هنا مثلا لعبة، عندنا هاتف أونر، وعندنا عدة ألعاب ممكن سوي تابينج يغير اللعبة، تاب الثاني غير اللعبة، فحسب التاب اللعبة بتتغير، تبدأ لعبة جديدة. منتجات أخرى من شركة أونر، في سكشن للمشروبات اللي تضيفه المعرض، أجهزة اللابتوب والتابلت من شركة أونر. طبعاً دائماً بيفتخروا بموضوع الانتجريشن بين السمارت فون من أونر وأجهزة التابلت واللابتوبز من عندهم، قمنا بتخطيط قبل هيك. أجهزة إضافية من الشركة، المكان مزدحم لكن بنحاول جهدنا نغطي أكبر قدر ممكن الأجهزة. طبعا بيعجبنا شركة أونر التصميم المتجدد، لما تشتري هاتف من أونر فعلا بتشعر إنك شريت هاتف بتصميم جديد. أحد الأمور اللي أطلعونا عليها شركة أونر إنهم بيهتموا في الثقافة المحلية للمدينة، بعض الأشكال أو التماثيل حاملين أجهزة أونر. الطابق الأعلى هو لخدمات ما بعد البيع. وصلنا الآن الجهة الثانية من المعرض، أونر 200. هذا الحائط مخصص في الأجهزة الملبوسة مثل الساعات. رجعنا على الساحة اللي بالمنتصف. المنطقة الأخيرة منطقة فيها لوحات مرسومة من فنانين من مختلف أنحاء العالم. طبعاً الباندا 90% من الباندا موجود في مدينة تشينغدو اللي إحنا فيها، والمدينة بتفخر في هذا الموضوع بشكل كبير. فهي لمحة عامة عن المتجر من الداخل. شكراً لمتابعتكم، بانتظار تعليقاتكم.